اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجنا صحتين وهنا، البرنامج اللي بيعتمد على الاكل الصحي وعلى طول نعتمد على الخضار والحبوب. وصفتنا اليوم هي اللوبيا او الفاصوليا الخضراء بزيت، ووصفه ثانيه هي سلطه اللوبيا. فعندنا اليوم وصفتين، هي اللوبيا بزيت او الفاصوليا الخضراء بزيت، وعندنا سلطه اللوبيا او سلطه الفاصوليا الخضراء. فلوصفة اللوبيا بزيت بنحتاج للوبيا كيلو من اللوبيا، كيلو من البندورة، راس واحد بطاطا مقشرة أكيد مغسلة، بدنا بصل راسين أو ثلاثة، زيت نباتي، زيت زيتون، معجون الطماطم أو رب بندورة، كمية كبيرة من الثوم، شوية رب الحر أو معجون الحر إذا بترغبوا الطعم الحرة، وملح. فأول شيء إذا ست البيت رايحة تتسوق اللوبيا، فمن الأفضل تنقيها لوبيا خضرة غامقة لأنه فيها الفيتامينات تكون أكثر، وتكون نوعة ما فيها خيطان، تجربها عند البياع الخضرة ما يكون فيها كتير خيطان لأنه مش طيب الخيطان تطلع بالطبخة، أو إذا ما لقيت إلا اللوبيا اللي فيها خيطان فبهالشكل لازم تشيل الطرف، قص الطرف هيك وترجع تقصقصهم أكيد حتى تتخلص من الخيطان، لأنه مش مستحب تطلع بالطبخة خيطان بيتم اللي عم بياكل. أوكي، هون نحن حضرنا وغسلنا كمية اللوبيا اللي بدي أطبخها اليوم. فأول شي بعمل أكيد بطنجرة بحط شوية زيت نباتي لأنه ما بدي أحرق زيت الزيتون، ما بيتحمل حرارة قد الزيت النباتي. أوكي، رح أقطع البصل هون، فيني أقطع بصل مكعبات كبيرة أو فرم صغير فحسب ما بتحبوا. إذا في ناس ما بيحبوا شكل البصل كبير بالطبخة ففيك تفرميها ناعم. مثل ما بنعرف كمان إنه البصل قديه منيح للقلب، لغشاء الدماغ عند الأطفال، تجدد خلايا الدماغ. فإذا ست البيت ما لقيت اللوبيا الخضرة الطازة مش بموسمها كان، فمش مشكلة إذا استبدلتها بكياس مجلدة بس أكيد مش معلبة. يعني نحن بدنا نبعد قدر الإمكان عن الوصفات أو عن نوعية الأكل المضرة، فالمجلدة أفضل بكتير من المعلب لأنه تجلدت وهي طازة ما فيها مواد حافظة، وكل المواد الغذائية بتضل بالخضرة. فبموسم اللوبيا فيها الست وتفرز اللوبيا بالفريزر عندها، تنقيها وتسلقها نص سلقة وبس تبرد تحطها بكياس وتحطها بالفريزر، فما في مشكلة تحتفظ فيها لموسم الشتاء إذا ما كان في موسم لوبيا خضرة. مثل ما كمان بقول على طول لازم حط شوية ملح للبصل لأنه بيسرع من عملية القلي، لأنه بتطلع المي لبرا بتصير تتقلى أسرع. هلأ الثوم رح حطه بشكلين، يعني رح خلي نص الثوم كمية الثوم حب ونص الكمية رح أعملها مطحونة.
فأنا هون مثل ما قلت في نكهتين، كل وضع ثوم له نكهة معينة، المفروم له نكهة، الحب له نكهة، والمطحون له نكهة. وطبعا انا ما رح احط الثوم هلا لانه بيحترق، رح انطر البصله لتستوي لانه الثوم ما بياخذ وقت قد البصل. هون عندنا البصله عم تتقلى، بدي انطرها لتحمر شوي. فهون كنت انا قليت البصل لحمر شوي، وقلنا رح نضيف الثوم بعد ما يستوي البصل مثل العاده بنعمل، لانه الثوم وين بيستوي ما بياخد وقت قد البصل. فعندنا من فوائد الثوم انه بتنزل الضغط، بتطرد السموم من الجسم. فعم نعتمد انه نستعمل الاشياء المفيده لجسمنا بكل طبخه تقريبا. انا وعم تتقلى الثوم رح بلش اقطع البندورة، وهون انا بحب البندورة تضل بقشرتها لاكسب الالياف اللي موجودة منها، فدايما بشيل هيدا الراس لانه الابيض ما بدي اياه، وبفرم فرم وسط مكعبات ياس وسط. بندورة كمان من الخضار سعرات الحرارية قليلة، منيحة للخلايا الكانسر، انه بتحارب خلايا الكانسر خاصة كانسر البروستات، سرطان البروستات موجود عند الرجال. رح طلع الثوم. اوكي صار هلا فيني حط اللوبيا بعد البصل والثوم ما تقلى. رح انا حط اللوبيا او الفاصوليا الخضراء، خليها تتقلى بشوي مع الزيوت، مع الزيت والبصل والثوم. رح غطيهم حتى تتقلب وتستوي شوي. من فوائد اللوبيا اللي هو فيه بروتين عالي كتير، فيه فيتامين A وفيه فيتامين C اللي هي بتقوي المناعة بالجسم. من الخضار اللي فيها وحدات حرارية قليلة وبتنزل مستوى السكري بالدم، فلانه فيها الياف عاليه فبفيد لمرضى السكري والكوليسترول. كل شيء عندنا خضار الياف عاليه بناكلها بتساعد على تخفيض الكوليسترول من الجسم. انا راح احتفظ بمية البندوره، ما راح كبها لانه بدها تساعد بطهي اللوبيا او الفاصوليا بزيت، لانه هاي الطبخه انا ما رح زد لها مي، في مية اللوبيا ومية البندورة رح تخليها تستوي بتطلع اطيب. فما تزيدوا لها مي، بس انتبهوا انه ما تنشف لانه اذا النار عاليه معقول تنشف، فبتطلعوا عليها. اذا كنتم معلين النار ونشفت المي فيكم تحطوا شويه مي. وهيدي الطبخة فيكن تاكلوها باردة يعني من البراد، تحطوها تطبخوها قبل بنهار او تسخني، وهي اجمالا بياكلوها باردة. سوري. ضل قلبهم لحتى الاخضر اللوبيا بلش تغمق، يعني بلشت هيك تستوي بشكل
يعني قليل، يعني ما مش انه عم تستوي بس على القليل تقلبت مع البصل والثوم والزيت. انا لهي الوصفه رح احط راس بطاطا واحد، والسبب هو اول شيء عم بفوت الكربوهيدرات لطبختي واللي هي ليصير عندي غذاء متوازن، وثانيا السبب الثاني هو لتشرب ما يضل في عندي مي كثير بالطبخه تطلع هيك معقده وطيبه. رح احط راس بصل سوري راس بطاطا واحد. ما بنعرف البطاطا فيها الكربوهيدرات والبوتاسيوم. ضفت البطاطا انا فوق اللوبيا قبل ما احط البندوره. بهالوقت اللي انا عم بقلب شوي اللوبيا والبطاطا لانه شوية وقت بدها، رح بلش حضر سلطة اللوبيا. رح حط طنجة فيها مي على النار، سخن شوية مي مع شوية ملح، ولوصفة اللوبيا او الفاصوليا الزيت انه المتبلة السلطة انا بعوز لوبيا الكمية اللي بتحبوها، جزر كمان 3-4 حبات جزر، بدي اعوز ثوم مدقوق حامض وزيت زيتون. فانا هون عم سخن المي وبنفس الوقت عم بتقلب اللوبيا. فيها ست البيت هيك حضرت اللوبيا، فيها تعمل يعني وصفتين فرد وقت، يعني عم بيشتغلوا مع بعض تخلص الوصفتين مع بعض. انا هون تقلبوا كفاية، هلأ رح ضيف البندورة. دايما انتوا عم بتستوا اللوبيا لازم تكون النار هادية للمي البندورة تنزل ومية اللوبيا، وتستوي حالة بحالة، يعني تستوي المية البندورة واللوبيا تستوي الوصفة. رح احط شوية الملح، رح احط معلقة معجون الطماطم او رب البندورة الحر حسب الرغبة، وراح احط هلا زيت الزيتون الني، واللي افضل طريقة ناكله زيت الزيتون هو الني، اصح طريقة ناكلها، تحتفظ بالاوميجا 3 والجود كوليسترول اللي بتنزل الباد كوليسترول او الكوليسترول السيء. بقلب الطبخة بشكل جيد، اوكي طبختي صارت على النار، اللوبيا مع البندورة والبصل والثوم والرب والبطاطا على نار هادية صغيرة، صغر النار. وهون حطيت مي محضرتها، بدي احضرها لتسخن واسلق فيها اللوبيا للوصفه الثانيه اللي هي سلطه اللوبيا. فكونوا معنا وخليكم لبعض. وكنا حضرنا كمان الفاصوليا الخضراء مقطعه ومسلوقه مع الجزر، سلقناها خلال الفاصل. رح شيل الخضرة اطفي عنا،
بحطهم بمصفاية، وصفة رائعة فيها الخضار الأخضر والبرتقاني اللي بيتا كاروتين من الكاروت، وعندنا الاي والسي من اللوبيا، واللي بينفع كمان لأمراض الروماتيزم اللي عنده مفاصل أوجاع مفاصل، وللحمية منيحة يعني قليلة السعرات الحرارية، وكمان عندها ألياف بكترة يعني بتنفع مرضى السكري والكوليسترول اللي عنده كوليسترول. رح أقول لكم شغلة، إنه أفضل طريقة للخضرة تشرب الملح هي وسخنة، يعني لتطلع نكهتها طيبة وفيها نكهة يعني تستطعمه باللوبيا ما تكون حلوة أو الجزر، رح أحط الملح على اللوبيا هي وسخنة، كمية الملح اللي أنا عايزتها، أقلبهم شوي ليشربوا، رح أتركهم بهالوقت. أنا رح أسكب الفاصوليا بزيت، أو اللوبيا بزيت، واللي كنا قلنا حضرناها من اللوبيا الخضراء طازة، ضفنا لها البندورة والبطاطا أكيد بصل والثوم، حطيت ثوم مدقوق، رجعت حطيت ثوم حب، هيدا طبق الفاصوليا الخضراء او لوبيا بزيت صار حاضر، هيدي حصه ثوم. طيب يتقدم على جنبه الفجل، وطيب كمان يتقدم حده الفلافل الخضراء، وبتتاكل بالخبز او بالرز حسب الرغبة. لارجع انا للوبيا، هون كانت حطيت لها ملح وشربت الملح، رح احطهم ب وعاء اطحن الثوم، كمان الثوم نقوي نكهته حسب الرغبة، شو راح اعمل، راح احط الحامض هون بدنا ياخذ كميه الثوم كلها، راح اسكبها فوق اللوبيا الفاصوليا الخضراء، نضيف لها الزيت ني، زيت الزيتون اللي غني بالاوميجا 3 بخفف من الكوليسترول، يعني في الكوليسترول الجيد، الملح اصلا موجود ما راح اطبق ملح، ملح راح اخلطهم،
رح حط على وجه البقدونس كمان خضار من الخضار الجيدة من الألياف مفيدة للبشرة والتجاعيد. البقدونس رح يعطيها النكهة كمان، نضيف للنكهة الطيبة. أنا فيني حطها تزيين على وجه الجاد أو أخلطه معه، عندكم اختيار. كمان جاد شكله حلو وطعمته أطيب، وبنفس الوقت عم ناكل شيء صحي قليل الدسم قليل الكوليسترول وبعيد عن الدهون المشبعة واللحوم اللي كرمال عم يحكوا الأطباء إنه يخففوا منا كل اللي عندهم أمراض الكلى، عندهم أمراض الكوليسترول والقلب. فكل الدنيا عم تتجه من الوصفات الصحية اللي مليئة بالخضار والحبوب، نحن عم نقدم لكم، نكون ان شاء الله عم تحسن نظامكم، عم نعطيكم افكار حلوه. فعطول كونوا معنا وتابعونا على برنامجنا صحتين وهنا وعلى البريد الالكتروني الموجود على اسفل الشاشه، واهلا وسهلا فيكم. الى اللقاء بحلقه قادمه.